هل الشخص إذا جلس في منى 3 أيام لا يجب عليه الخروج إلى السوق؟ فإن خرج هل تكون حجته باطلة أم لا؟ مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحاج يخرج إلى منى في اليوم 8 ويغادرها في صباح اليوم 9، ثم يعود إليها في صباح يوم العيد. فأما وجوده فيها في اليوم 8 فهو سنة وليس بواجب، وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده فإن الواجب عليه أن يبيت ليلة 11 وليستر في منى، وأما ليلة الثالثة عشر فإن شاء بات وإن شاء تعجل، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي 3 أيام من بعد العيد. فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم 12 إن تعجل، أو إلى اليوم 13 إن تأخر. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الواجب هو البقاء فيه، وأما في النهار فليس بواجب. لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في منى أي يوم العيد وأيام كلها أو يومين منها إن تعجل ليلا ونهارا، يعني أن يبقى في منى ليلا ونهارا، وإن كان عليه شيء من المشقة، لأن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه. وبناء على ذلك، لو أن أحدا نزل من منى إلى مكة لشراء شيء في هذه الأيام فإنه لا حرج عليه ولا بأس، لأنه سوف يشتري ويرجع. بارك الله فيكم.